لو الحكاية فيها إن فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الله محي الدين محمود، أخو المتسابق الفائز بجائزة ستار أكاديمي الموسم التاسع محمود محي الدين. سني 17 سنة، الصف الثاني الثانوي. بالنسبة لي أنا ومشاعري يعني بالنسبة للي حصل، الحدث الجديد أو المستجد في حدث محمود، طبعا أنا في غاية السعادة بنجاح محمود في ستار أكاديمي 9، لأن الأمر ده بس النجاح لن يقتصر على محمود فقط كشخص بيسعى فقط للطريق الفني، لكن برضه إن هو صار فخر لينا كلنا، حتى مش بس أسرته، لكن حتى ارتقى الأمر ووصل إلى مصر كلها بقى بتفتخر محمود إنه شرفها بإنه فعلا حصل على الجائزة دي، وإنه حصل على اللقب ده فعلا. فمصر هي اللي حصلت على اللقب، أظن ده أفضل وصف لفرحتنا بجد بفوز محمود بالجائزة. تقدر تكلمنا عن مسيرة محمود قبل تقديمه لبرنامج ستار أكاديمي أو أكاديمية ستار أكاديمي؟ والله على الرغم من ان فرق السن بيني وبين محمود يعني الى حد ما مش صغير، مش فرق بسيط يعني، بس برضه يعني اتعرفت على حاجات كتيره جدا من مسيره محمود او في ذهني الكثير يعني، لان كون محمود طول حياته كان بيثابر في الامر ده، ما كانش مثلا بدا من فتره عمريه معينه، لا محمود من سن صغير جدا هو بدا في الامر ده في المجال ده، لان هو من هو صغير خالص اكتشف موهبته فعلا، واكتشفها له حتى والدي يعني رحمه الله عليه، وقف معه وسنده وشجعه من زمان خالص. فأنا طبعا كبرت وبقيت أعي سعي محمود الطريق ده، والمثابرة اللي هو ثابرها، والجهد اللي هو بذله عشان يوصل بجد يعني، ومن زمان في مسيرة أصول الثقافة والمسابقات اللي هو خاضها وتعب جديد، وكنا بنحضر له حفلات كتيرة جدا في أسيوط، كان كلها يعني معظمها يعني بفضل الله عز وجل لم يكن كلها يعني تكلل بالنجاح يعني، الحمد لله رب العالمين. ومحمود يستاهل كل خير، حتى من زمان هو يعني عنده الحاجة الموهبة الأصيلة والشخصية فعلا محترمة كل فوق كده يعني. هل محمود في بداية تقديمه لمسابقة ستار أكاديمي الموسم التاسع، هل كان عنده يعني مثلا شك اللي هو في اللي هو والله محمود يعني أنا أشبهه بالشخص اللي يكون عنده قدر كبير جدا من الموهبة وقدر كبير جدا من القدرة على الإبداع في أمر معين، بس عنده نوع من شعور من جواه ان هو قد يتمكن من النجاح او قد يتمكن من تحقيق مستوى عالي في المجال ده، فانا ارى محمود نفسه هذا الامر يعني. محمود لما دخل وقدم في ستار اكاديمي كان داخل بس ما كانش يعني مهتم قوي بفكره ان انا ممكن او حاطط ترسم خريطه ذهنيه ممكن ان انا ان شاء الله هنجح مش عارف ايه كده، بس في البدايه بس كان عنده نوع من التخوف الطبيعي، ومجرد حاجه هادم فيها وخوض اللي يريد ربنا هو اللي يكون يعني عادي مش مشكله يعني. بس اللي محمود يمتلك الموهبه فعلا الخالصه والصوت العذب والقوي المزلزل، فربنا سبحانه وتعالى وفقه وهو تعب فعلا يعني يستاهل كل خير. مشاعرك ايه لما شفت محمود وصل للفاينل النهائي وعلى بعد خطوه من تحقيق الحلم؟ والله طبعا شعور لا يمكن وصفه باي، حتى ان فصاحه اللغه لا يمكن بها ان اصف يعني شعوري، السعاده اللي انا كنت فيها، يمكن حتى احب ان احدد يعني احد الاحداث ده حدث حصول على الكاس. احنا كنا يعني في البرنامج في نهايه الحلقه كنا بنلاحظ كده اثناء عرض النتيجه، كان في كل متسابق قدامه مثلا شريط معين بيرتفع لفوق يحدد الرقم المئوي النسبه المئويه من الاصوات، فاحنا كنا بنطلع معاه هو طالع كده عمالين نبص، كميه الرعب اللي احنا كنا فيها والتخوف وكده يعني، كان شعور من الرعب لا يمكن وصفه وشعور من الفرحه لا يمكن وصفه، بينهما يعني اقل من لحظه يعني، انتقلنا من رعب الى فرح يعني. فخور طبعا فخور، فخر لا يمكن ان اصف قدره صراحه يعني، محمود بجد فخر لنا كلنا، ومحمود تعب ويسير كل خير، وبجد مصر كلها مش انا بس ولا اسرته ولا حتى المحيطين بيها واللي عارفينه، لا مصر كلها بجد فخوره بابنها اللي تعب وشيء وشخصيه خلوقه المحترمه اللي بجد انا افتخر مش بس بصوته بل بشخصيته وجهده. هتسافر القاهره وتستقبل محمود؟ باذن الله عز وجل يعني يوم السبت هيجي محمود ان شاء الله، بكره باذن الله، وكلنا كاسرته في اسيوط وكل اللي عارفينه وكل اصحابه وجيراننا كل حاجه ان شاء الله عز وجل يعني، نسافر نستقبله في المطار باذن الله، وهتكون حاجه يعني حلوه خالص ان شاء الله. حابب توصل له رساله؟
والله يا وصل رسالة ان انت بجد يا محمود يعني ابهرتنا بجد، ابهرتنا مش مجرد حصولك على الكأس فرحنا وافتخرنا بكده، بل ابهرتنا بشخصيتك الجميلة وادائك المتميز فوق الرائع في غنائك وفي تعاملك في معاملتك حتى. فبجد انا فخور بيك، انا كأخوك بجد فخور بيك، وانت فخر لينا كلنا بجد، وما شاء الله عليك.